الشارع سوتي الكل يطرح يعني ترشحكم لرئاسة الفريق، وهناك أن يعطي اسمكم يعني فريق رضا البيضاوي يعني وعزيز كلامي وضمه لصوت يعني الزملاء في الفريق. راه باينة فاش كنقول لك بأن فاش كنقول لك بأن كاع العائلات راه فيها طرف تيبغي شي فرقة وطرف تيبغي شي فرقة أخرى، حتى أنا عائلتي فيها طرف تيبغي شي فرقة، وأنا الحسنية راه منذ زمان تسبلو. أنا جاوبتك أمين حسني قح، حسني قح منذ زمان منذ 20 سنة منذ ولادته. لاحظ الجميع قدمنا واحد المشروع تاع فريق عمل اللي غيدخل به الغمار ديال هذا الجمع العام ان شاء الله تاع 23 ابريل في المركب الرياضي، وتنظن بانه كان مشروع متكامل كما لاحظ الجميع. والهدف ديالنا الاول هو اولا غادي ندخلوا باش نقدروا الفريق من هاد المشاكل اللي متخبط فيها الفريق الاول، وتفادي النزول، لانه الا مشات تنزل الفرقه راه كما شفتوا النماذج تاع الانديه الاخرين راه ما تفرحوش. اذا اول حاجه غادي نديروها هو سيت اون ميسيون دو سوفتاج باش نحاولوا نقضوا الفريق الاول، وثانيا خصو يدار واحد دياغنوستيك كما شفتوا دياغنوستيك كومبلي ديال كاع الهياكل ديال النادي. هناك اختلالات كبيره جدا لاحظناها لا في الماليه لا في واللي جعلت الفريق يكون في هذه الوضعيه والنادي يكون في هذه الوضعيه اللي هي ماساويه، ومدينه اكادير ولا جهه ما تستحقش هذه الوضعيه هذه اللي فيها النادي. وتنتمناو انه جميع الجهود الظفر لا من الخارج ولا من الداخل الاسره ديال حسنيه اكادير، وحنا هنا غير في خدمه حسنيه اكادير، والمهمه ديالنا على المدى المتوسط هو انه نوضعوا الهياكل اللي غتمكن النادي باش يوقف على رجليه. ما باقيش نبقاو نسمعوا شي واحد غادي يجي هذا في هذا المبلغ المال وهذا مشى هذا جا هذا مشكار، لا حنا خصنا نوضعوا هياكل اللي غتمكن الحسنيه باش توقف على رجليها وباش تسير بواحد الطريقه عقلانيه ومقاولاتيه. حنا على بصدد الدخول على شركه، وما يمكنش لنا الا ندبروا النادي الا بهذه الطريقه، سواء غادي ندبروا بهذه الطريقه وغندوزوا لهذه الطريقه الاحترافيه، سواء النادي غادي يتخبط في المشاكل ديالو وغادي نوصلوا لشي مشاكل اللي هما ربما تعصب بالنادي الى الـ الى الى اذا انا تنتمنى باش جميع المكونين النادي تكون حاضره ودعم هذا الفريق عمل اللي هو عنده صوت واحد غادي يشغل على اولا كما قلت لكم انقاذ النادي، وثانيا وضع النادي في طريق صحيح مع اهداف مسطره اللي هي كما شفتوها موضوعيه وبطريقه عقلانيه تسطرات. وتنتمنى باش جهود الظفر باش نكونوا كنا ان شاء الله من بعد هذه المحطه وبعد هذا العمل الديمقراطي اللي غادي يكون، لانه هذه محطه تاريخيه كيفما كانت النتيجه، ونجمعوا الشمل الحسنيه ونزيدوا القدام ان شاء الله. شكرا. ما شوف ما دخلنا لهذا الغمار خصوصا هو انه كاين بزاف ديال الاخبار كتقول بانه رئيس الجماعه غادي يتدخل لا هادشي ما حنا ما سمعنا لا تدخل. شوف رئيس الجماعه اللي هو سي عزيز اخنوش هو رئيس الحكومه، هو رئيس المدينه، تظن بانه عنده اشغال وهو راه في غنى على هادشي. الان الاسره الحسنيه كانت تحاول تدبر هذه المرحله هذه بواحد الطريقه توافقيه ما نجحتش. هذا اون نو بو كو فيليسيتي الحسنيه اليوم اللي غتمشي للديمقراطي وغتمشي للصناديق، كاين جوج لائحات اللي غادي تنافس وهذا تصحي بالنسبه للنادي. الراي والراي الاخر واللي فاز ان شاء الله بهذه الانتخابات اللي غادي يكونوا في يوم 23 راه بصحته، ولكن حنا ما دخلنا هذا الغمار حتى اولا عندنا دفعات وضمانات من عند اولا المنخرطين اللي عندنا الحمد لله الاغلبيه ديالهم ساندانا، وثانيا عندنا ضمانات من المؤسسات الخارجيه ولا المؤسسات الداعمه ولا المؤسسات الاقتصاديه اللي غتوكلنا في هذا المشروع اللي قدمناهم لهم وشاطرونا الراي وقالوا لنا بانه راه موافقين على الطريقه باش غتسير النادي ان شاء الله مستقبلا. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.